انتظاركم يوم الأحد إن شاء الله في إحدى حلقات برنامج زيارة المكان بصحبة فلان. هكون معكم دكتورة ولاء محمد، أستاذ التاريخ الإسلامي بالجامعة الإسلامية، عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وهنتحدث في حلقة البرنامج عن الجامع الأزهر. الحضارة الإسلامية صرح شامخ من البناء ومن الشخصيات ومن الأحداث الهامة، ساهم في هذا البناء العديد من شعوب الأرض، وكان من أهم السمات الحضارية للتأسيس العمراني الإسلامي هي المدينة الإسلامية، وكان أهم أركانها هو بناء المسجد. لذلك حينما جاء الخلافة الفاطمية إلى مصر عام 358 واستمر حكمهم 207 سنة من الزمان في حكم مصر حتى خرجوا من مصر عام 568 هجريا، فكان أهم إنشاءاتهم الجامع الأزهر.